ولتسليط الضوء أكثر على الحراك الثوري في الذكرى الأولى لنشوب ثورة تشرين وتداعياتها المتمثلة في تهنئة الرئاسات الثلاث بذكرى الثورة، ينضم إلينا الأستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض عبر الهاتف من مالمو. حياك الله أستاذ لبيد. حياكم الله، بارك الله فيك. حشود كبيرة تدفقت إلى ساحة التحرير وغيرها من سوح الثورة احتفالا بمرور عام على نشوب ثورة تشرين، ما تفسيركم لخروج الآلاف لإحياء ذكرى الثورة رغم القمع الحكومي وقمع القوات الحكومية وميليشياتها؟ هناك تفسير واحد لهذه الحملة ولهذه الظاهرة، والتفسير بأن هذه الثورة الانتفاضة ولدت من رحم المعاناة، وبما أن المعاناة ما زالت مستمرة وسوف تستمر، لذلك فإن الانتفاضة ستستمر وستستمر بأقوى مما كانت عليه خلال فترة العام الماضي، لأن المعاناة أصبحت أسوأ مما كانت عليه بالعفي ما مضى من الشهور، ومن المرجح أن معاناة الشعب العراقي سوف تستمر، بما أن طالما أن هذا النظام بقي متسلطا على الشعب ومتحكما في أموال الشعب وفي مصائر الشعب، لذلك فإن هذه الانتفاضة التي ستصبح ثورة حقيقية شاملة، هذه الانتفاضة تستهدف النظام، وقالت في صوت واحد منذ اليوم الأول من انطلاقتها بأنها تريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. هذه الثورة، هذه الجماهير، هذه الحشود العظيمة التي تداعت إلى ساحات الثورة في كل المحافظات، في بغداد وفي محافظات الوسط والجنوب، هذه الثورة مستمرة وإرادتها صلبة، وهذه الإرادة هي إرادة إسقاط النظام برمته بكامله هذا النظام. نعم. طيب، طالما هتف الثوار خلال تظاهراتهم ضد الأحزاب الفاسدة وميليشياتها وفي ذكرى الثورة، خرج شركاء العملية السياسية يهنئون بذكراها الأولى، يعني ما هو التفسير لهذا السلوك ممن خرج الملايين لإسقاطهم؟ هناك أكثر من تفسير لهذه الظاهرة. هذه الظاهرة بالحقيقة هي ظاهرة انتهازية، ظاهرة تدلل على نفاق الرؤساء هذه الطغم الفاسدة، وهؤلاء هم يعلمون علم اليقين بأنهم هم المستهدفون من هذه الانتفاضة، هم على رأس المستهدفين، لأنهم هم يقفون على رأس قمامة الفساد الذي استشرى في كل العراق. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذا يدلل على خوفهم من هذه الانتفاضة، يحاولون أن يركبوا موجتها، دليل على ذعرهم. لماذا هم مذعورون؟ لأنهم لاحظوا خلال فترة عام، ورغم مئات الشهداء وآلاف الجرحى ومئات المغيبين من النشطاء والمتظاهرين، رغم كل ذلك بقيت الثورة مستمرة وصامدة، والحشود تزداد، وهناك أجيال جديدة أو هناك فئات شعب جديدة تلتحق بهذه الثورة، والتأييد يتوسع ويستمر تأييد هذه الثورة، لذلك هم مرعوبون وخائفون من هذه الثورة، ويحاولون بجهة إمكانهم أن يمارسوا عملية انتهازية رخيصة ومطروحة من أجل محاولة لإنقاذ أنفسهم. هؤلاء بمجرد أن يطاح في النظام سيحالون إلى القضاء وسينالون العقاب الذي يستحقونه، فهذه ممارسة مطروحة، وهي محاولة أيضا من جهة أخرى محاولة لشق صفوف الثورة، وهي محاولة بائسة وستخيب آمالهم، لأن الإرادة الثورة انصقلت أكثر، وكثير من الثغرات التي كانت هنا وهناك تم الانتباه إليها وتغطيتها، والثورة الآن ذات وعي أعمق، ذات وعي عميق، وهي أقوى مما كانت عليه، وسيشتد عودها وتستمر ولن تهدأ إلا بإسقاط النظام كاملا. هناك من يرى أن تهنئة شركاء العملية السياسية محاولة للالتفاف على الثورة وغسل يدهم من انتهامات الفساد وقتل المتظاهرين، برأيكم هل ستنطلي تلك الألاعيب على الشعب العراقي؟ بالتأكيد لا، لن تنطلي، لأنه نتذكر بأن التيار الصدري الذي يقف على رأسه مقتدى الصدر حاول الالتفاف عليها، وحاول الظهور بمظهر حامي أو شرطي المظاهرات ساحة التحرير بعد أن طرد من مظاهرات النجف والوسط والجنوب،
حاول أن يستغل بعض يعني عدد هناك لديه عدد من المؤيدين في بعض أحياء بغداد العاصمة، لذلك استغل هذه وحاول أن يدس عددا من الخيم في داخل ساحة التحرير، لكنه سرعان ما اتضح أمره وتم عزل هذه الفئة أيضا وانفضح، لأنه ذو أهداف معروفة يعني وذو مصالح انتهازية معروفة، فما بالك بالآخرين؟ يعني الآخرون هم أكثر، هم المساهمون في قتل المتظاهرين، يعني قتلة المتظاهرين المجرمون الذين غيبوا المتظاهرين واختطفوهم ونكلوا بهم وقتلوهم، هؤلاء كلهم ينتمون إلى هذه الأحزاب التي تدعي بها أو تتظاهر بأنها تهنئ بمناسبة مرور السنة على انتفاضة تشرين. لن تنطلي هذه، لن تنطلي أبدا على الثوار. نعم. أستاذ لبيد، السؤال الأهم يعني للذين هنأوا بالثورة، ألم يسمعوا الثوار وهم يطالبون بمحاسبة قتلة زملائهم في الساحات على يد الميليشيات والقوات الأمنية؟ هل ستمسح هذه التهاني دماء الثوار التي أريقت على يد ميليشياتهم؟ وهل سينسى الثوار شهدائهم بعد أن رأوا الرئاسات الثلاث وشركاء العملية السياسية يهنئون بذكرى الثورة؟ طبعا هذه التهاني لا يمكن أن تساهم أي مساهمة في مسألة في ضياع دماء الثوار التي سالت، وفي الثار من المغيبين والثار من الذين أصيبوا والذين تعذبوا بهذه من جراء الاختطاف والسجن والتنكيل، لأن المنكلين والمجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم هم ينتمون كما ذكرنا إلى أحزابهم، هم أنفسهم ويعرفون هؤلاء الناس الذين يمارسون بكل انتهازية هذا الدور ومحاولة ركوب الانتفاضة، موجة الانتفاضة، يعلمون علم اليقين بأنهم هم المجرمون الحقيقيون ويقومون لذلك، هم يقتلون القتيل كمن يقتل القتيل ويمشي بجنازته في هذه المحاولات البائسة. أنا أقول لهؤلاء المجرمين، وأعتقد أن جميع المتظاهرين يتمنون أن ينزلوا هؤلاء، يتحدونهم أن ينزلوا إلى ساحة التحرير أو أي ساحة من ساحات التظاهر التي هم يختارونها، دعهم يختاروا أي ساحة من ساحات وينزلوا إلى هذه الساحات ليعرفوا كيف سيتعامل معهم المتظاهرون بالأحذية في هذه الساحات. هم من بعيد يدعون ويهملون بالتهنئات وإلى آخره، وهم أكثر مهزومون وأكثر مهزومين وهم المستهدفون من هذه الانتفاضة التي ستلقي بهم في السجون لكي يحاكموا محاكمة عادلة ويلقوا جزاءهم. نعم، عضو المجلس أو عضو التحالف الوطني المعارضة الأستاذ لبيد الصوميدعي، كنت معنا عبر الهاتف من مالمو، شكرا جزيلا لك.